الاخوان الطيبين، زورونا في قرنيطرة، عقلوا على هذه المعلمة، الرمز القنيطريين، مسجد محمد السادس، نصره الله، حفظه الله وأيده وجعله الله فخرا لهذه البلاد المباركة وجميع بلاد المسلمين إن شاء الله. وهذا المسجد ما شاء الله راه كبير، فيه باركينغ زوين، زوروها الإخوان صلوا فيه، راه قرب الحومة، قريب الحومة، حنا بغينا نديروا منظر زوين، نديروا تصوير زوين اللي يليق بعويناتكم الزويونين إن شاء الله، وادعوا معنا بالبركة، فعقلوا على هذه المعلمة. وهاد الدايس راه تبارك الرحمن شي حاجة اللي هي ماشي عادية، شي حاجة اللي هي لوكس وبرستيج بزاف، وشي حاجة نقية يعني، خصوصا الإنسان اللي بغى لنفسه للأهل ديالو الزوجة ديالو، راه الفشوش ديال بالصح والديزاين خطير، وعمورية فيها ما شاء الله تبارك الرحمن لا علاقة لها مع الترواميلويت جي تي لاين ولا شي حاجة، راه هي أصلا السيتروين دارت الهوت جام ديالها هي الدي اس 7، فهذه راه ضربة 50,000 الأخر ديال 2019 ضربة 50,000، الكريستال داك الشيء تبارك الرحمن، تتفرين راسها تتسوق راسها تدير العجب كله راسها، انت غير جلس مع المساج اللي في الكوسانات وتمتع ليا مع الرؤية الليلية ديال هاد الكريستال اللي كاين في هاد لوبتيك تبارك الرحمن، كريستال فيها خطير وديزاين واعر، فثمنها 37 الاخوان الطيبين، مرحبا بكم، تفضل ولدي حمزة طلع سير ولدي. سير طريق السلام. فالسيارة تبارك الرحمن جميلة بزاف وبرستيج بزاف أنيقة، سيارة أنيقة تبارك الرحمن. اللي بغى يرزيرفا يتصل بالارقام اللي مكتوبه لتحت، واللي بغى يبيع لنا شي بياسة يرسل لينا، واللي ما شريت نزه الاخوان نسالكم الدعاء من هذه المعلمة التاريخية اللي هي رمز افتخار للقنيطريين والجميع المغاربة.